مازال عندنا عصير الحوامض. يلا دونك كنحتاجوا حبه ديال بامبلوموس، جوج ليمونات منقيين، حامضه منقيه ومقطعه طريفات صغار، وحيدي ليها العظيمات ديالها. غنحتاجوا اترو ديال الماء، ست الوريقات ديال النعناع، طريف ديال سكنجبير منقي، وتنطحنوا الكل مع 5 المعالق ديال السنيده او اكثر على حسب الذوق. ندوزوا العصير ديال الافوكا واللوز. ايه كنحتاجوا ليه 60 غرام ديال اللوز مفسخ، 5 الحبات ديال التمر منقي، 1 الحبه ديال الافوكا، 4 ديال التونج، السترو ديال الحليب، وكنطحنوا الكل. بقى لينا واحد العصير بنكهه الرمان كنحتاجوا ليه. خدينا العصائر ديال رمضان كامل ان شاء الله، صحه وراحه. كان طلب كثير على العصائر، داكشي علاش ركزت نعطي للسيدات وصفات. عندي ما نسالك الله يعطيك الخير. كنحتاجوا 4 ليمونات منقيين ومقطعين طريفات، 2 موزات يعني 2 بنانات، تفاحه منقيه ومقطعه طريفات، نعم، 1 ساشي ديال سنيده بنكهه الزهر، غنحتاجوا 4 ديال الثلج، و100 ملليلتر من السيرو بنكهه الرمان، وكنطحنوا العصير ديالنا تقريبا بواحد السترو ديال الحليب، تيجي هائله العصير ديال السيرو ديال الرمان. وبصحتكم وراحتكم كل هذه العصائر.